حقق برنامج لا ناولين الجديد خلينا نحكي نجاح كتير كبير ونسب عالية جدا من المشاهدات من بعد نزول 3 حلقات من البرنامج، إلا أنهم واجهوا عدة انتقادات بسبب الأسئلة اللي بيطرحوها على الضيوف، ووصفها البعض بالأسئلة الغبية وما إلها معنى، ووصلها الحكي للانا عن طريق فيديو على تيك توك لترد عليه بي الحمد لله حصدنا 2 مليون مشاهدة. فشو رأيكم برد لانا وبالبرنامج عامة؟ أما غيث مروان فعم يواصل بإخفاء سر بيته الجديد بدبي وعدم إظهاره لحد الآن ومشاركته مع متابعينه، وعم يستنى لحظة انتهائه من ترميم وترتيب البيت بشكل كامل، وأكيد حيصور جولة فيه قريبا جدا. إشاعات كتيرة طلعت زعم فيها البعض عن وجود خلاف بين بيسان إسماعيل ونارين بيوتي، خاصة أنه ما عدنا نشوفهم مع بعض نهائيا على السوشيال ميديا رغم أنهم عايشين بنفس البناية بدبي. وحكى البعض من الجمهور أنه خلاف نارين وبيسان بيكون ناتج عن خلافها مع مو فلوجز واختيار أنس وبيسان لمو بهاي الحالة. فشو رأيكم أنتو؟ أما قمر الطائفة عم بتحضر لمفاجآت جديدة بخصوص قناتها على يوتيوب، وصرحت رسميا أنها ليست لها علاقة بأي شخص، فهذا جاء من بعد ما طلعت عدة إشاعات على أنها تحضر لمفاجآت مع الفنان السلاوي، فكان حديث الناس قبل فترة من بعد لقائهم ومشاركتهم للعديد من البثوث مع بعض، حيث أن البعض زعم على أنهم بعلاقة، ولكن قمر نفت ذلك وصرحت على أنه مثل أخوها. فشو رأيكم أنتو؟ شاركوني رأيكم تحت بخانة التعليقات.